السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. في اللقاءات هذه إن شاء الله راح نشوف كيف راح نتعامل مع الإضاءة الموجودة في برنامج اليونيتي. عشان نضيف إضاءة، أنا في عندي هاي مشهد، هنا في عندي مشهد عايز أضيف عليه إضاءة. أول ما تعمل أي مشهد جديد راح يبقى في عندك إضاءة أساسية اللي هي إضاءة اليونيتي، إضاءة متوازية دايركشنال لايت، اللي بقدر أنا لها شوية خصائص. هنا بقدر أنا أمسك الضوء وأطفيه أو أضويه، زي كان بتعامل مع الإضاءة تبعته. هيك فيش إضاءة تقريبا في المشهد تبعي، طبعا في إضاءة السماء أو إضاءة الفضاء اللي عندي، لكن الضوء هذا ذات نفسه بطل عندي شغال. في الكلر، لون الإضاءة تبعتي، بقدر أحدد إيش لون الإضاءة، وطبعا تبعا على لون الإضاءة راح يتغير. إحنا في الغالب ممكن نخليها عشان تعطي إحساس زي الشمس، يعني على صفاري شوية صغيرة. شدة الإضاءة ممكن نزود شدة الإضاءة أو نقلصها لحديت مصير صفر صفر، كأنه أنا طافي الإضاءة اللي عندي هنا، رجعها زي ما كانت واحد. وهذا الظل اللي بنتج عن الإضاءة تبعتي. في عندي إضاءة، هي واضح إنه في المشهد هنا في عندي الظل تبعي هنا. فالظل في أنواع، في هارد، في نو شادو، أصلا ما بطلعش الإضاءة ظل. الضوء هذا ما بنتجش عنه ظل. الخاصية الثانية ما بنتج عنه ظل، هارد. هارد يعني حوافه هذه سميكة حادة، ما فيش فيها بلور يعني. وفي سوفت شادو اللي بقى الاطراف تبعته هذه انعم شويه. خلينا نشوف مثلا، هاي الظل، هاي السوفت شادو، وهي الهارد شادو. راح تلاحظوا انه هنا الحواف تبعته ناعمه، خشنه او حاده في الهارد. في السوفت راح نلاحظ انه هي الحواف تبعته ناعمه، عليها شويه بلور يعني. هذه الاشياء الاساسيه اللي عندي في الاضاءه تبعتي. راح نشوف الخصائص هذه متكررة تقريبا في كل أنواع الإضاءة اللي عندي. لو أنا رحت أضيف إضاءة جديدة على المشهد تبعي، بنفع من هنا أضغط باليمين واختار لايت، فيها مجموعة الإضاءات اللي عندي، أو بنفع من الجيم أوبجكت راح أختار لايت واختار اللايت الإضاءة اللي أنا بدي إياها. أنا شخصيا بفضل من اليمين، هان أسهل لي. وهي لايت ودايركشنال لايت، قلنا هذه اللي احنا توا شفناها اللي هي الإضاءة المتوازية، في الغالب بنقصد فيها إضاءة الشمس، لأن إضاءة جاية من مصدر مضيء بعيد. طبعا احنا اللي بيعرف الماية أو اللي استخدم الماية راح يكون الكلام ده عليه بسيط. ليه؟ لأنه نفس المفاهيم اللي عندنا في الإضاءة دايركشنال لايت، نفس المفاهيم اللي عندنا هي نفسها موجودة هناك. يعني مكان الضوء ما بأثرش أبدا، لكن بأثر على الضوء تبعي، الدوران تبعه. خليني امسك الضوء وعمل له دوران، اسف، عمل له دوران اوضح اكثر. طلعوا كيف الظل بيختلف والاضاءه كلها ذات نفسها بيختلف. لو عملت زي هيك صارت الدنيا عتمه، كانه دنيا ليل وبتغمض، لانه الشمس صارت باتجاه المعاكس تبعي. فالشيء اللي مهم عندي في الدايركشنال لايت الدوران تبعه، السكيل ما بأثرش، التحريك تبعه شمال يمين، البوزيشن تبعه بأثرش. اللي بأثر عندي ايش؟ اللي هو الدوران تبع الإضاءة اللي عندي. لو جينا على نوع تاني من أنواع الإضاءة اللي هو راح نروح على سبوت لايت. سبوت لايت هي إضاءة الكشاف، يعني كأنه في عندي كشاف وضاوي. آسف، خلينا نشوف بوينت لايت. احنا أول شيء لايت، بوينت لايت. البوينت لايت هي إضاءة نقطة، إضاءة نقطة يعني زي شمعة، ضوء بيقل، حاجة زي هيك. فلو أنا إجيت حسب المشهد اللي عندي، مثلا أنا عايز يبين هنا في عندي إضاءة حوالين الضوء، خلينا نشوف من التوب، أزيحها تقريبا، هاي الضوء تبعي، نجيبها من السايد هنا. الإضاءة تبعتي إيش مالها؟ كبير حجمها. خلينا نلعب في الإعدادات لأنه ضخم الضوء اللي عندي، فخليني أروح على الإعدادات تبعته. البوينت لايت الرينج تبعه اللي هي المنطقة اللي بأثر عليها، ما بديش يأثر على منطقة كبيرة، بدي أأثر على منطقة صغيرة تقريبا، أريح إلي في الشغل حتى لما أضبط الإعدادات. هاي الضوء تبعي، وتقريبا بدي إياه يجي في المنطقة هذه، أكبر الرينج عندي شوية صغيرة. هاي الرينج الآن اللي بعنيني أو ممكن يبين معي اللي هو الانتنسيتي، شدة الإضاءة. راح أزيد شدة الإضاءة، ما بينش برضه، كبر الرينج خليه يخش على البيت. ايوه طلع على البيت، بلش يبين الاضاءه لما كبرت الدائره تبعته او منطقه الاضاءه وبلش تخش على البيت، راح يبين. لو نزلت لتحت على الارض راح تبين عندي، لكن انا وين حطيتها؟ حطيتها على الضوء تقريبا. لو قربت على الضوء راح الاحظ ان الاضاءه مأثره عندي،
على الضوء ذات نفسه، على العمود تبع الكهرباء تبعي. بنفع الضوء هذا، طبعا انا وين بحطه بأثر، خلينا مثلا احطه في نص الشارع زي هيك على الارض، راح نلاقيه ضوينا الارض تبعتي. هي كنترول زد كنترول زد. من بين الخصائص اللي عندنا قلنا الرينج اللي هو الحجم تبعه، قلنا شدة الكلر لون الضوء تبعي، احنا نخليه برضو على صفاري شوية صغيرة في الحالة تبعتنا هذه. الريال تايم إلها قصة راح نشوفها، ريال تايم وميكس تو بيك راح نشوفها كمان شوية، بس خلينا ناخد الأساسيات اللي عندي. نو شادو بتعملش ظل، أنا بدي إياها تعمل سوفت شادو، وطبعا فتحت عندي خصائص كتير. لاحظوا إنه الظل تبعي بأثر كتير على تقل الجهاز اللي عم بعمله على موبايل، لازم أحسب كتير حساب لموضوع الشادو، هل ضروري الشادو ولا مش ضروري عندي. في من بين الخصائص اللي عندي درو هال، هالو هذا يعمل الهالة عندي، فلو جيت اعمل ممكن يعمل هالة عندي زي هيك، بيعطيني احساس انه في الضوء ذات نفسه في هالة، وهذا احيانا بنشوفها في على بعض المصابيح واحنا ماشيين في الشوارع في الليل او اوج الصبح حاجة زي هيك. طبعا انا ممكن اجيب شدة الاضاءة واقللها، حاجة زي هيك لو حبيت اعمل الهالة مبين على الضوء تبعي. طيب شفنا البوينت لايت، في عندي السبوت لايت، خلينا نجي نشوفه هنا، هاي باليمين لايت، وفي حاجة اسمها سبوت لايت. السبوت لايت اللي هو ضوء الكشاف، اللي هو ضوء الكشاف بيبقى بشكل كوين، بشكل مخروطة زي هيك. فلو انا اجيت احطه، خليني قبل ما احطه اتحكم فيه، خلينا اروح على الرينج تبعه، بتحكم في الطول تبعه المدى تبعه. سبوت بتحكم في الفتحة تبعت الكشاف تبعتي، والكلر بتحكم في اللون. الآن أنا راح أروح على شدة، على الانتنسيتي شدة الإضاءة وأزودها عشان أشوف وين. هاي شدة الإضاءة. الآن أنا بنفع أرفع الكشاف تبعي هذا للمنطقة تبعتي، إذا كان خابط في الأرض فبيبين، إذا ما مش خابط في الأرض مش راح يجيب التأثير تبعي، فأنا بخليه خليه لو شوية هنخبط في الأرض وأجيبه من التوب مثلا، أحطه في الكشاف عندي هان هيك تقريبا، أوكي هاي الكشاف تبعي، أطلعه لفوق أخده بالجانب هيك، وخليني أنزلها شوية تحت، كنترول زد، خليني أنزلها شوية تحت، وبرضه إذا بدي خليني أوسع الدائرة بحيث تخبط في البيت. الآن بين الكشاف لو كان واسع، أنا راح أضيق شوية صغير، بس بدي أجيب شوية طرف البيت معي. هيك أنا صار في عندي الضوء تبع هاي سبوت لايت، وممكن نخليه برضو على صفار شوية، فهي لون الكشاف تبعي. إذا شفنا أهم 3 أنواع إضاءة اللي عندي، شفت الدايركشنال لايت وسبوت والبوينت لايت وسبوت لايت. الآن في عندي حاجة اسمها اريا لايت. الاريا لايت هذه إلها خصوصية شوية، بس خلينا نيجي نناقش قبل ما نخش على الأريالات عشان ما نستغربش كتير. خلينا أمسك البوينت لايت وأمحيها. في عندي ضي السبوت لايت اللي هو ضوء الكشاف تبعي هذا. في الخصائص تبعته في حاجة اسمها مود ريال تايم. ريال تايم إنه هذه الإضاءة بيتم إنتاجها في الوقت الحقيقي، يعني لما تيجي تحرك الإضاءة هو تلقائيا برندر وبشوف الضوء وبشوف ايش التأثيرات اللي بأثر عليها وبسقط لك الإضاءة عليها. فالإضاءة دائما دائما مكلفة على الجهاز، بتاخد منه تقل، بتتقل على الجهاز وبحسب لها اياه. إذا كان أنت بتشتغل على موبايل فهذا الكلام مش راح يصير معك كويس، راح يتقل على الجهاز وتصير لعبتك تقيلة. ها في إلى حلول، بحاول هم أو حاولوا في اليونيتي يحطوا حلول لموضوع الإضاءة في الريال تايم. الريال تايم هي أحسن شيء، ممتازة رائعة، بس ايش بدها؟ بدها إمكانيات جهاز عالية. طب في حلول تانية؟ قال لك لو انت ممكن تخليها حاجة اسمها بيكت. ايش بيك يعني؟ او طفت هي شكلها، حطينا بيك ما عجبوش الوضع. الان البيك هذا انه هو راح يحط لك الاضاءة على ملف، يعني راح يحط الاضاءة هذه الموجودة عندي، نعاود نرجعها زي ما كانت. الاضاءة هذه راح ياخدها بالاعتبار، يرسمها على صورة او على ملف ويخزنها عنده، بحيث انه ما يضلوش يرندر فيها كل مشهد، يتخزن عنده ويصير يعرض لك اياها مباشرة، هاي الاضاءة ثابتة. بس هذا بكون كلامي كويس وقتيش؟ لما انا في نيتي انه ما احركش الضوء
ولا احرك العمود الكهرباء، ولا احرك البنايه الجاي عليها متاثره بالضوء، ولا احرك الارضيات. يعني في اشياء لازم ما احركهاش علشان هو يقدر يرندر لي المشهد تبعي هذا ويخزنه عنده في ملف. عشان الكلام هذا يمشي لازم اروح على الاضاءه تبعتي اقول له اسمع يا اضاءه، انت نوعيتك بيكت، يعني بدك تخزن على ملف، بدكش تحط تبقى هان حقيقيه، لا على ملف، بدك تخزن على ملف. طيب، واقول له اسمعي البيت انت مش راح، مش ناوي احركك، بعلم على البيت وبقول له انت من هنا استاتيك، انا مش ناوي احركك ابدا، خلي اليونتي تفهم ان انا مش ناوي احرك البيت هذا. طيب امسك الارضيه تبعتك، وكمان قول له الارضيه ذات نفسها انا مش ناوي احركها، والولاد تبعوا انا مش ناوي احركهم، والضوء ذات نفسه برضه استاتيك مش ناوي احركه. لما يبقوا هدول الاشياء استاتيك راح نلاحظ انه قاعد بيشتغل حاجات تحت هنا. الان جاب لي الاضاءه تبعتي، جاب لي الاضاءه تبعتي، الاضاءه تبعتي هذه عمليا خزنها في ملف. واحد يقول لي طب وين الملف؟ وين خزنها؟ انا مش شايف انه في فرقات اشي. بقول لك بس في الشغل في الرندر فرق، وتو لو انت لاحظت كان فيها اشياء قاعده بتمشي وبتشتغل. عشان اشوف الشغل تبعي في عندي هان حاجه اسمها لايتنج، من وين جبتها هذه؟ خلينا نشوف مع بعض، سكرها هذه، بنروح على ويندوز ريندر لايت سيتنجز. خلينا نفتح اللايت سيتنجز هذه، وكل الناس بيجيبوها بحطوها تقريبا هان. الان في اللايت سيتنجز هذه لو جيت على البيكد لايت راح الاقي انه عمل لي الصور، هذول هم اللي كانوا هان. يعني لو علمت على البيت هي الصوره تبعت البيت، راح افتحها هي الصوره تبعت البيت، وهي الاماكن جاي عليها الاضاءه تبعتي، هي المنطقه اللي جاي عليها الاضاءه تبعتي. في شيء ثاني، الشارع، وينك يا شارع؟ هي الشارع، شايف المنطقة دي؟ ضوت للمنطقة دي، هذه منطقة الرصيف اللي تحت أو الشارع، هي حاط عليه الضوء هذا، هو عمليا الضوء الموجود عندي هان، هو الضوء الموجود عندي هان، بس إيش سوى هو؟ خزنه في ملف. كمان في عندي ضوء هان محطوط، أيوه هو هذا، تعال شوفه، هذا الضوء تبعي هذا، مرسوم هان. إذا الإضاءة تبعتي رسم لي إياها على وين؟ على ملفات. ليش؟ عشان لما بده يظهر لي الاضاءه هذه يبقى هو حافظ من الاول ومستعد وجاهز ومخزنها في ملفات، انه مش لسه بده يحسب حساب للاضاءه هذه ويقعد السي بي يو او المعالج تبع الجهاز يحسب للكلام هذا في اثناء اللعبه، لا هو بيجهزها قبل اللعبه وبيبقى عارف انه كل الكلام هذا موجود، وهو تلقائيا بياخد الصور هذول وبسقطهم على الخامات تبعت المجسمات تبعتي. يعني الصوره هذه مثلا اسقطها على البيت، على الخامات تبعت البيت، هي خامات البيت، وحط عليها اللون، دمجها مع هذه خامه الارضيه اللي عندي، اخذ الاضاءه هذه واسقطها على الخامه تبعتي، فبينت كانه هي خامه وعليها منظر الاضاءه اللي احنا شايفينها. ويعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.